بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، نرحب بكم بمحاضرة جديدة لمقرر كاف 101 أو كم 101. طبعا خلال هاي المحاضرات راح نستعرض البناء الذري. فأول شيء راح نستعرض الفترات أو المراحل التاريخية اللي مر بها، يعني اللي مرت بها النظريات إلى أن وصل المفهوم إلى المفهوم الحالي حول البناء الذري. طبعا راح نعتمد على الفصل اللي نشرناه لكم واللي هو هذا الشابتر، يعني هذا الشابتر راح تلقون بأغلب التفاصيل اللي تخص المحاضرات مالتنا، يعني كل التفاصيل، كل الأمور اللي تتعلق بالمحاضرات، اللي تتعلق بالمسائل، كل الأشياء اللي تتعلق بالمحاضرات اللي ننطيها خلال هذا الفصل راح تلقوها بشكل مفصل بهذا الشابتر من الكتاب اللي نزلناه لكم بالكلاس. أيضا الشيء الآخر اللي راح نعتمد عليه هو هذه المحاضرات اللي يعني بيها فد أشياء مفصلة تخص نظرية البناء الذري للذرة. مثل ما نعرف أنه الكيمياء هي الساينس أوف ماتر، علم المواد، and the change of it can undergo، التغير اللي يمكن أن يحدث. كنا نعرف أنه تعتبر الذرة هي لبنات البناء اللي تتكون منه كل المواد الموجودة بالطبيعة. أغلب العلماء والفلاسفة في السابق يعني شغلهم سؤال، هل المادة كتلة واحدة أم أنها تتكون من أجزاء عديدة؟ بالتالي يعني اللي وجدوه من خلال مجموعة من التجارب وجدوا أنه المادة تتكون من دقائق، أجزاء دقيقة. يعني كان يعني وضعوا مجموعة من التصورات والنظريات اللي فسرت هذه الدقائق أو الأجزاء الصغيرة. يعني نقدر نقول أنه بناء على هاي النظريات اللي وضعوها العلماء قدروا يتوصلون إلى النظرية الذرية الحديثة. فعندنا a science that deal with the composition, structure and properties of substance and with the transformation that they undergo. يعني نقدر نقول انه الكيمياء بشكل عام هو العلم اللي يتعامل مع المكونات والتركيب وخصائص المواد والتحولات التي يخضعون لها. بالنسبة الى علم الكيمياء، علم الكيمياء نقدر نقول يعني هذا العلم مر بثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى اللي هي ما يسمى بالسيمبوليك ليفل، ما يسمى بالمستوى الرمزي، expression of chemical phenomena in terms of chemical samples and mathematical equation. بهذا المستوى الرمزي تضمن التعبير عن الظواهر الكيميائية بمصطلحات الرموز الكيميائية والمعادلات الرياضية. مثلا عندي مثل على سبيل المثال التفاعل بين الحامض والميتل، الحامض والفلز، حسب هذا المستوى أقدر أعبر عليه، أقدر أعبر عنه بمعادلة كيميائية. يعني على سبيل المثال التفاعل بين الزنك والHCl نعبر عنه بأنه رمز الزنك زائدا الHCl راح ينطينا ملح اللي هو ZnCl2 زائدا غاز الهيدروجين. إذن بهذا المستوى ممكن التعبير عن الظواهر الكيميائية بمصطلحات الرموز الكيميائية والمعادلات الرياضية فقط. المستوى الثاني اللي هو الماكروسكوبيك ليفل، the level dealing with the properties of large visible object، اللي هو خلينا نقول المستوى العياني، المستوى الظاهر للعين المجردة. يعني نقدر نقول في هذا المستوى يعني هو المستوى الخاص بالتعامل مع الخصائص من الأشياء الكبيرة، يعني المرئية والظاهر العين المجردة. يعني ممكن مثلا هنا نرجع للتفاعل اللي قلنا بين الزنك والHCl، نشوف شنو التغير اللي صار، شنو التغير اللي تضمن هذا التفاعل، تحرر غاز، صار عندي تغير لوني، يعني حدث تكون راسب عندي. فهذا ممكن نعبر عنه بالمايكروسكوبيك ليفل. المستوى الثالث اللي هو المايكروسكوبيك ليفل،
an under world of change at the level of atom and molecule. هنا طبعا هذا يسمونه المستوى المجهري، عالم لا يمكن رؤيته إلا باستخدام المجهر، عالم سفلي التغير على مستوى الذرات والجزيئات. طبعا وهذا الشيء أو هنا بهذا الليفل هذا الشيء ما ممكن نشوفه بالعين المجردة. يعني إذا رجعنا لنفس المثال مالتنا اللي هو التفاعل بين ال HCl والزنك اللي تضمن تكون جزيئة جديدة اللي هي ZnCl2، هاي الجزيئة ما ممكن أنا أشوفها بالعين المجردة، فنحتاج إلى وسائل خارقة يعني ممكن نستخدمها حتى نثبت تكون هذه الجزيئة. فهنا أنا عندي ثلاث مراحل مر بيها علم الكيمياء اللي هو المستوى الرمزي، المستوى العياني، والمستوى المجهري. يعني هنا أنا يعني فد مخطط بسيط شلون نقدر يعني نحول في الظاهرة معينة إلى فد يعني خلينا نقول جهاز. يعني على سبيل المثال عملية امتصاص الضوء ممكن نحدد كمية الضوء الممتص، أو ممكن حتى نحدد كمية المادة، تركيز المادة. إذا حولنا هاي الأمور اللي هي المعادلات الرياضية إذا ربطناها ويا الظواهر اللي تصير عندي، وأقدر مثل أسوي فد نموذج أو جهاز أقدر من خلاله مثلا أحسب تركيز مادة معينة أو أحسب امتصاص الضوء من قبل مادة معينة. يعني أستخدم هاي المعلومات اللي أنا جمعتها وأرجع وأقول أنه يعني بناء على خلينا نقول المادة أو الذرات اللي موجودة عندي بناء على امتصاصها للضوء أو على يعني بعد الامتصاص، بعد ما تمتص المادة الضوء تتحول إلى مستوى أعلى راح تفقد هذا الضوء على شكل طاقة. نقدر هنا نعبر عن هاي التحولات باستخدام خلينا نقول تقنيات تفيدنا في مجالات الكيمياء المختلفة. فبداية محاضراتنا راح نركز على الكوانتم وورلد، عالم الكم، اللي هو يهتم بالانفستيكيتنج اتوم، اكتشاف الذرات. الأمور اللي راح ندرسها النيوكليير موديل اوف اتوم، النموذج الذري، النموذج يعني خلينا نقول الذري للذرات، النيوكليير موديل اوف اتوم. إذن النيوكليير موديل اوف اتوم او ما يسمى بالنموذج النووي للذرة، ايضا راح ناخذ الكاركترستكس اوف الكترومغنتيك راديشن، راح ناخذ او ندرس بشيء من التفصيل خصائص الاشعاع الكهرومغناطيسي. يعني هذا الإشعاع الكهرومغناطيسي راح ناخذ يعني المنطقة المرئية، منطقة الفيزيبل، منطقة الاي ار، ونحدد كل منطقة بمدى معين من الطول الموجي. ايضا راح ندرس الاتوم سبكترا او ما يسمى بالاطياف الذرية، راح ناخذ يعني الكوانتم ثيوري او ما يسمى بنظرية الكم، راح ندرس الراديشن الإشعاع الكوانتا اند الفوتونز الفوتونات، ايضا راح ندرس الويف بارتيكل ديواليتي اوف ماتر، الانسرتينتي برينسيبل مبدا اللادقه، وايضا راح ناخذ الويف فاكشن اند الانرجي ليفل، مستويات الطاقه والدوال الموجيه للاوربيتالات. الانفستيكيتنج اتومز هنا طبعا عمليه اثبات او وجود الذره طبعا جاءت بناء على مجموعه من التجارب اللي قاموا بها بعض العلماء. فأول شيء يعني من هاي التجارب، التجربة اللي قام بها العالم ثومسون واللي هي من خلال اكتشاف الإشعاع الكاثودي، أيضا تجربة أخرى قام بها مولكن واللي حدد بها شحنة وكتلة الإلكترون. يعني راح نأخذها بشيء من يعني ملخص هاي التجارب اللي على أساسها تم تطوير نظرية أو ما يسمى نظرية الذرية. إذن العالم ثومسون هو عالم أو خلينا نقول فيزيائي إنجليزي. هذا العالم في سنة 1897 استطاع خلينا نقول اكتشاف الإلكترونات وتحديد النسبة، يعني حدد النسبة اللي هي نسبة الشحنة charge to mass ratio، حدد هذه النسبة.
من خلال التجربة المشهورة والمعروفة اللي من خلالها قام باستخدام أنبوبة مفرغة، أنبوبة من البايركس مفرغة من الهواء، وسلط أشعة كاثودية. هاي الأشعة الكاثودية مرت بين قطبين سالب وموجب حتى تسقط وتسقط على فد يعني شاشة محددة. طبعا هنا هاي الأشعة لاحظ انه هاي الأشعة تميل باتجاه القطب الموجب، وبسبب هذا الشيء يعني افترض انه هاي الأشعة اللي تنجذب نحو القطب الموجب تكون مشحونة بشحنة سالبة. فهنا لاحظ انه هاي الأشعة الكاثودية اللي تنطلق بشكل مستقيم وتميل باتجاه القطب الموجب افترض انها تمتلك شحنات سالبة. ايضا من خلال دراسة الخصائص العامة لأشعة الكاثود اتضح انها عبارة عن دقائق تحمل شحنة سالبة تنطلق من ناحية الكاثود بسرعة فائقة، وهذه الدقائق سميت بالالكترونات، والشحنة اللي تحملها هاي الدقائق هي وحدة الشحنة الكهربائية. الشيء الآخر أو التجربة الآخرة اللي هي تم من خلالها حساب نسبة الشحنة إلى الكتلة هي التجربة اللي صممها العالم ثومسون، هي تجربة لتعيين نسبة الشحنة إلى الكتلة للإلكترون. وطبعا تعتمد هذه الطريقة على أن الإلكترونات المتحركة تتميز بخصائص التيار الكهربائي، حيث يخضع هذا التيار للقوانين الخاصة بالموصلات التي تحمل تيار كهربائي في مجال مغناطيسي. بالنسبة للعالم مولكن، العالم مولكن استخدم مولكن قطرات من الزيت، قطرات صغيرة من الزيت. الغرض من هاي التجربة، الغرض من تجربة العالم مولكن هي تقدير قيمة الإلكترون إلى الكتلة مالته. فاستخدم العالم مولكن قطرات من الزيت صغيرة في غرفة يعني غرفة السحاب، وذلك لحساب القيمة الصحيحة لشحنة الإلكترون. يتركب طبعا الجهاز المستخدم لهذا الغرض، وهنا أنا موضح عندي بهذا الشكل اللي تشوفونه أمامكم. فبناء على هاي التجربة حددت شحنة الإلكترون بأن قيمتها تساوي 1.602 multiply by 10 to minus power 19 كولومب. هذه هي شحنة الإلكترون، وهذه يعني من الثوابت أو القيم الثابتة. أيضا تم تحديد كتلة الإلكترون، قيمة كتلة الإلكترون هي 9.109 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام. إذن بالاعتماد أو بناء على تجربة روبرت مولكن اللي صممها تم حساب شحنة الإلكترون وكتلة الإلكترون. هنا نقدر نوضح التطور التاريخي لنظرية البناء الذري. فنقدر نقول أنه أول نظرية وضعت لتفسير البناء الذري هي نظرية دالتون. هاي النظرية وضعها سنة 1807، هي أول نظرية طبعا للذرة. تتلخص بالتالي أنه الذرة تتكون جميع المواد من دقائق متناهية في الصغر تسمى الذرات. أيضا نصت نظرية دالتون أنه تحتوي ذرات العنصر الواحد على نفس الكتلة بالعنصر. بعدين يعني استمرت عملية التطور التاريخي نظرية البناء الذري إلى أن قام قلنا العالم ثومسون بتجربته المشهورة واللي سميناها يعني الإشعاع الكاثودي، اللي قدر يكتشف من خلالها الإلكترونات، وأيضا يحدد إنه شحنة الإلكترونات هي شحنة سالبة. وأيضا تمكن العالم ثومسون من حساب النسبة بين شحنة الإلكترون وكتلته. تمكن العالم ثومسون من حساب قيمة شحنة الإلكترون إلى كتلته، وهذا الشيء كان عام 1897. أيضا يعني أوحت نظرية ثومسون بأنه الذرة
تتكون من يعني شحنات موجبة وشحنات سالبة، لهذا السبب تكون متعادلة. بعد ذلك العالم مولكن سنة 1906 قدر يحسب شحنة الإلكترون اللي هي قلنا 1.6×10^10^19 كولوم، وقدر يحسب كتلة الإلكترون اللي هي تقريبا تساوي 9.1×10^31 كيلوغرام. إذن هنا اكتشفوا الإلكترونات الشحنة السالبة، واكتشفوا البروتونات الشحنة الموجبة، وبدأ التفكير شلون تترتب. How are electrons and protons arranged in the atom؟ إذن عندنا نقدر نقول يعني نموذجين للذرة. النموذج الأول هو نموذج ثومسون. أوضح ثومسون من خلال تجاربه في التفريغ من خلال غازات من الذرات تتركب من دقائق. هذه الدقائق تحمل شحنات موجبة وأخرى سالبة، وحيث أن الذرة تكون متعادلة كهربائيا تساوي الشحنة الموجبة الكلية مع الشحنة السالبة الكلية. وطبقا لنموذج ثومسون تشمل الذرة على مادة موجبة الشحنة موزعة بالتجانس على الكتلة الكلية للذرة. بالنسبة إلى النموذج الثاني واللي هو النموذج الذري اللي هو نموذج ريذرفورد، يعني نص هذا النموذج على أنه الشحنة الموجبة تتركز بالمركز في مركز الذرة، وهاي الشحنة الموجبة تكون محاطة بشحنات سالبة اللي هي تعتبر الإلكترونات. طبعا حسب نظرية ريذرفورد النواة تحتوي على النيوترونات والبروتونات. البروتونات هي اللي تكون مشحونة بشحنة موجبة، والنيوترونات تكون متعادلة الشحنة. بالنسبة للنيوكليير موديل of the atom، النموذج ناوي للذرة. In the nuclear model of the atom, all the positive charge and almost all the mass is concentrated in the thin nucleus, and the negative charge electrons surrounded the nucleus. حسب هذا الشيء إنه أغلب الشحنة الموجبة تكون متمركزة بالتين نيوكليوس بالنواة الصغيرة، بينما تكون الشحنة السالبة اللي هي عبارة عن الكترونات تحيط بالنواة، يعني النواة اللي هي راح تحتوي على خلينا نقول الكتلة الذرية وتحتوي على الشحنة الموجبة، وهاي النواة تكون محاطة بالالكترونات. طبعا عادة يعني حتى تكون الذرة متعادلة نيوترال لازم تكون عدد البروتونات أو عدد الشحنات الموجبة تساوي عدد الإلكترونات، وبهذا الشيء راح تكون الذرة متعادلة كهربائيا. الأتوميك نمبر is the number of proton in the nucleus. العدد الذري يمثل لي عدد البروتونات الموجودة بالنواة. عندي بعض الأسئلة اللي طرحتها نظرية النموذج النووي. Some question posed by the nuclear model. السؤال الأول اللي طرحته نظرية النموذج الذري. السؤال الأول هو How are the electrons arranged around the nucleus؟ يعني السؤال الأول اللي طرحته وحاولت تجاوب عليه نظرية النموذج النووي، كيف يتم ترتيب الإلكترونات حول النواة؟ طبعا هذا شيء مهم. عندنا نواة اللي هي يعني عفوا عندنا ذرة تتكون من نواة وإلكترونات. قلنا النواة تحتوي على الشحنة الموجبة، والإلكترونات تكون محاطة حول النواة. شلون تترتب هاي الإلكترونات حول النواة؟ السؤال الثاني اللي طرحته النظرية الذرية هو Why the nuclear atom stable؟ ليش هاي الـ كيف أو لماذا الذرة النووية تكون مستقرة؟ على الرغم من أنه الكلاسيكال فيزيكس بريدكست انستابلتي، على الرغم من أنه الفيزياء الكلاسيكية توقعت عدم استقراريتها. السؤال الثالث اللي طرحته نظرية النموذج النووي اللي هو What holds the protons together in the nucleus؟ ما الشيء أو ما الذي يربط البروتونات معا في النواة؟ طبعا عندي الأتوميك سبكتروسكوبي أو ما يسمى بالمطيافية الذرية.
مطيافية الذرية أو الأتوميك سبكتروسكوبي involving the absorption by or emission of electromagnetic radiation from atom provided many of the clues needed to answer question 1 and 2. المطيافية الذرية اللي تتضمن عملية امتصاص وانبعاث الإشعاع الكهرومغناطيسي من الذرات قدمت العديد من القرائن اللازمة للإجابة على السؤال الأول والثاني. بالنسبة إلى خصائص الإشعاع الكهرومغناطيسي characteristics of electromagnetic radiation، نعرف أنه المطيافية العلم الذي يهتم بدراسة الأشعة المنبعثة أو الممتصة من المواد spectroscopy the analysis of the light emitted or absorbed by substance. Light is يتكون الضوء طبعا light is a form of electromagnetic radiation. الضوء هو عبارة عن شعاع كهرومغناطيسي which is the periodic variation of an electric field and perpendicular magnetic field. فالإشعاع الكهرومغناطيسي يتكون من مجالين، المجال الأول هو المجال الكهربائي والمجال الثاني هو المجال المغناطيسي، ويكونون متعامدين، يعني المجال الكهربائي يكون متعامد مع المجال المغناطيسي. الأمبلوتيود أو خلينا نقول السعة، الأمبلوتيود هي سعة الموجة، يعني عندي هنا الإشعاع الكهرومغناطيسي هو عبارة عن موجات، البعد بين موجة وموجة يمثل لي الطول الموجي، البعد بين موجة يعني هذا الفاريشن، هذا التغير بالموجات يمثل لي الشعاع الكهرومغناطيسي، وهنا البعد بين موجة وموجة يمثل لي الويف لينث الطول الموجي، بينما عندي الامبلتيود هي سعة الموجة واللي تمثل لي ارتفاع الموجة. الامبلتيود the height of the wave above the center line. Intensity بالنسبة للإنتنسيتي الشدة السكوير of the amplitude هي خلينا نقول مربع الامبلتيود. الويف لينث طبعا هذا المصطلح اللي هو مصطلح الطول الموجي اللي رمزوا له بالرمز لامدا اللي هو نقدر نقول بيك تو بيك ديستانس المسافة بين يعني موجة وموجة. بالنسبة إلى حاصل ضرب الويف لينث في الفريكوانسي يمثل لي سرعة الضوء، فعندني بعض المصطلحات اللي راح تتكرر خلال هذا الكورس بكثرة، يعني من هاي المصطلحات الطول الموجي الفريكوانسي التردد وسرعة الضوء speed of light. سرعة الضوء طبعا من خلينا نقول الكميات الثابتة اللي قيمتها تقريبا 3 × 10^8 متر لكل ثانية. الإشعاع الكهرومغناطيسي مقسم إلى خلينا نقول مناطق، يعني المنطقة الراديو، منطقة المايكروويف، منطقة الإنفراريد، منطقة الفيزيبل، منطقة الألترا فايوليت، الإكس راي والجاما راي. طبعا كل منطقة من هاي المناطق تبدي بطول موجي وتنتهي بطول موجي، يعني تكون محددة بأطوال موجية. أهم منطقة تهمنا هي منطقة الفيزيبل. منطقة الفيزيبل طبعا تكون محصورة بين تقريبا طول موجي 420 إلى 700 نانومتر. طبعا هنا المنطقة المرئية يعني تكون محصورة بين 420 و 700 نانومتر. النانومتر هو 10^9 متر. The color of visible light الضوء يعني visible light الضوء المرئي يعتمد على الفريكوانسي، يعتمد على التردد، ويعتمد أيضا على الويفلينث. هنا نقدر نقول إنه التردد هو مقلوب الطول الموجي. فعند اللونج ويفلينث الأطوال الموجية الطويلة اللونج ويفلينث راديشن يمتلك has a lower frequency. الأطوال الموجية الطويلة الإشعاعات اللي تمتلك أطوال موجية طويلة تمتلك تردد واطئ than shorter radiation. منطقة الإنفراريد يكون بها الطول الموجي أكبر من 800 نانوم. منطقة الإنفراريد منطقة تحت الحمراء طول الموجي يكون أكبر من 800 نانومتر radiation
of heat. الفيزبل لايت قلنا المنطقة المرئية تكون يعني محصورة بين 420 و 700 نانومتر، بينما عند المنطقة الشعاع البنفسجي أو ما يسمى بالألترا فايوليت يكون بها الطول الموجي أقل من 400. يعني نقدر نقول إنه الألترا فايوليت أو المنطقة البنفسجية تكون محصورة من 200 إلى 400. جدول، هذا الجدول يعني مطلوب، ما مطلوب منكم تحفظونه للاطلاع، يمثل اللون الكولر الفريكوانسي التردد والويف لينث اوف الكترومغناطيك راديشن، الطول الموجي للاشعه الالكترومغناطيك راديشن. فهنا عند الراديشن تايب، نوع الراديشن، عند الاكس راي عند الجاما راي التردد مالتها يكون أكبر بكثير من 10^3 هيرتز. الفريكوانسي يقيسونه بوحدات الهيرتز، الهيرتز هو 1/1 أو نقدر نقول سكند ماينس 1. الويف لينث للإكس راي يكون أقل من 3 نانومتر، الطاقة مالتها تكون أكبر من 10^3 جول. وهذه بقية المناطق، يعني الألترا فايوليت، الفيزيبل لايت، الفايوليت، البلو، الجرين، اليلو، الأورنج، الريد، الانفراريد. كل منطقة من هاي المناطق، أو خلينا نقول كل لون من ألوان الإلكترومغناطيك راديشن، إشعاع الكهرومغناطيسي، يحدد لك التردد مالته ويحدد لك طول الموجي ويحدد لك الطاقة. طبعا لاحقا راح ناخذ العلاقة اللي تربط بين الطاقة والطول الموجي والتردد من خلال معادلة بلانك. هنا أنا عندي فد مثال بسيط، يعني خلينا نقول تدريب نقدر من خلاله نحسب الطول الموجي. فالسؤال يقول calculate the wavelength of the light from traffic signals as they change، احسب الأطوال الموجية للضوء الناتج من إشارات الترافيك لما تتغير. assume افترض that the light، افترض انه الضوء المنبعث the following frequency يمتلك الترددات التالية. افترض انه الضوء المنبعث يمتلك الترددات التالية: الجرين اللي تردد مالته يكون 5.75 × 10^14 هرتز، اليلو يكون التردد مالته 5.15 × 10^14 هرتز، والاحمر يكون التردد مالته 4.27 × 10^14. طبعا الحل حتى تحسب الطول الموجي، العلاقة قلنا بين الطول الموجي والتردد تكون كالتالي، راح يكون عندك المعادلة تكون كالتالي، راح تقول انه اللامدا او ما يسمى بالويف لينث راح يساوي لنا سرعة الضوء تقسيم التردد. فهنا أنا عندي سرعة الضوء مثل ما قلنا هي تقريبا 2.998 × 10^8، أو نقدر نقول 3 × 10^8 متر لكل ثانية، نقسمها على التردد. فإذا قسمنا سرعة الضوء على التردد لكل ضوء، يعني عندي قيم الترددات، عندي تردد الضوء الأخضر هو قلنا 5.75 × 10^14، وعندي تردد اللون الأصفر هو 5.15 × 10^14، وعندي تردد اللون الأحمر هو 4.27 × 10^14. أقدر أحسب طول الموجي من خلال هاي العلاقة، يعني الطول الموجي يساوي لسرعة الضوء على التردد. فهنا أنا بالنسبة إلى الطول الموجي للون الأخضر راح يساوي لي بوحدات المتر 5.21 × 10^7، وهاي القيمة تقابلها القيمة 5.21 نانومتر. يعني هنا أنا حولت المتر إلى نانومتر، حولت المتر إلى نانومتر، قسمت على 10^9 وحصلت على هذه القيمة. بنفس الطريقة أقدر أحسب الطول الموجي للون الأصفر واللي قيمته 582، والطول الموجي للون الأحمر اللي تكون قيمته 702. لا تنسى أول شيء تحسب الطول الموجي، تقسم سرعة الضوء على التردد، يطلع عندك الطول الموجي بوحدات المتر، بعدين هاي القيمة تقسمها على 10^9 تحصل على القيمة بوحدات النانومتر.
بالنسبة للأتوميك سبكترا أو ما يسمى بالأطياف الذرية، طبعا إحنا عندنا الإلكترومغنتيك راديشن، الإشعاع الكهرومغناطيسي مثل ما حكينا بالسلايدات السابقة يتكون من مناطق مختلفة. فقلنا أول منطقة هي منطقة الإنفراريد، وآخر منطقة هي منطقة الألترا فايوليت راديشن. والمنطقة اللي تهمنا المنطقة المرئية أو ما يسمى بمنطقة الفيزيبل اللي تكون محصورة بالطول الموجي 400 إلى 700 نانومتر. فعندي هاي التجربة تمثل لي يعني الخطوط الطيفية لذرة الهيدروجين. فهنا من اخذ خلينا نقول الديسشارج لامب اوف هيدروجين، الديسشارج لامب اوف هيدروجين راح ينطيني مجموعه خطوط تمثل لي الخطوط الطيفيه لذره الهيدروجين. يعني نقدر نقول عندما يسخن عنصر ما، اي عنصر اذا سخناه باللهب او عندما يحدث تفريغ كهربائي ديسشارج خلال غاز ما، يظهر لون للضوء، يظهر لون، يعني هذا اللون اللي يظهر هو اللون المميز للعنصر. على سبيل المثال يعني مثل إذا أخذت ملح للصوديوم أو البوتاسيوم، وهذا الملح سخنته أو مررته عبر اللهب، راح ينطيني لون، هذا اللون خلينا نقول يكون فد لون خاص بهذا العنصر اللي هو الصوديوم أو البوتاسيوم. هذا اللون اللي يظهر يسمونه طيف الانبعاث، هذا اللون اللي يظهر لعنصر الصوديوم أو البوتاسيوم يسمونه طيف الانبعاث. بالنسبة للهيدروجين، الهيدروجين يعني إله يشمل طيف الانبعاث للهيدروجين على مجموعة من الخطوط تسمى خطوط الطيف، ويسمى خط الطيف أيضا بالطيف الذري الأتوميك سبكترا، حيث أنه هذا الطيف يكون صادر من ذرة العنصر. يعطي كل عنصر من العناصر ينطي نفذ نمط مميز من خطوط الطيف. لكل خط من هذه الخطوط طول موجي معين. فعلى سبيل المثال عندي الهيدروجين ينطيني طيف، طبعا الهيدروجين يعتبر من أبسط عناصر الجدول الدوري، فالجزء من طيف ذرة الهيدروجين اللي يظهر في منطقة الضوء المرئي واللي يحتوي على خطوط تقترب الأطوال الموجية لهذه الخطوط من بعضها البعض إلى أن نصل إلى ما يسمى بالضوء الخافت المستمر. فبالنسبة للخطوط الطيفية اللي ينطيني إياها الهيدروجين، مجموعة من الخطوط اللي تكون بالإنفراريد، ومجموعة من الخطوط تكون بالفيزيبل، ومجموعة من الخطوط تكون بالمنطقة البنفسجية أو ما يسمى بالألترا فايولت. إذن عملية إثارة الهيدروجين أو تسخين الهيدروجين، عملية امتصاص الضوء من قبل الهيدروجين بعد إثارته إلى مستويات أعلى، بعد ما يعني ترجع الإلكترونات من مستوي الطاقة العالي إلى مستوي الطاقة الواطئ، راح تنبعث مجموعة من الخطوط. هاي الخطوط هي خطوط مميزة خاصة بانبعاث ذرة الهيدروجين. طبعا هاي الخطوط تظهر بسلاسل معينة، من ضمن هاي السلاسل أو خلينا نقول يعني المنطقة الطيفية اللي تنبعث بها هاي الخطوط ما يسمى بسلسلة بالمر، اللي تنطينا مجموعة من الخطوط الطيفية اللي تكون بمنطقة الفيزيبل واللي تتراوح من 410 نانومتر إلى 656 نانومتر، بينما عندي المجموعة الثانية من الخطوط الطيفية اللي تنطيني إياها يعني ذرة الهيدروجين هي سلسلة من الخطوط نسميها سلسلة ليمان. هاي الخطوط تتراوح من 97.3 إلى 121، يعني هاي السلسلة أو هاي الخطوط الطيفية تقع بالمنطقة البنفسجية أو ما يسمى بالألترا فايوليت ريجين. طبعا هذا الظاهرة اللي تخص يعني طيف الامتصاص لذرة الهيدروجين راح ناخذه يعني لاحقا بشيء من التوصيل، لكن بهاي المرحلة نقدر نحسب التردد، نقدر نحسب، ممكن نقول انه ممكن حساب تردد كل خط طيفي باستخدام معادلة رايدبرغ.
معادلة رايدبرغ اللي يعني ممكن من خلال حساب التردد تتكون من ثابت رايدبرغ اللي هو يرمز له بالرمز R أو كابيتال R. قيمة ثابت رايدبرغ هي 3.29 في 10 أس 15 هرتز مضروبة في 1 على N1 سكوير ناقص 1 على N2 سكوير. الN1 سكوير نقدر نقول هو خلينا نقول المستوي ما قبل الإثارة، والN2 سكوير هو المستوي بعد الإثارة. يعني مثلا إذا كانت الإثارة من المستوي الأول للمستوي الثاني، فهنا الN1 بالمستوي الأول تكون 1 2، بينما الN2 المستوي الثاني هي تساوينا الN1 زائد 1 أو الN1 زائد 2. بالنسبة للN1 إذا كانت قيمتها 1، هنا راح تكون السلسلة هي سلسلة ليمان اللي هي تكون بالمنطقة البنفسجية أو ما يسمى بالألترا فايولت ريجين. يعني نقدر نشوفها بالضبط، هي هذه الليمان بالضبط، هذه الليمان سيريز اللي تكون قيمها من 97 إلى 121 نانومتر. هنا قيمة الN تكون 1، الN1 تساوينا 1، الN1 إذا كانت 2 السلسلة راح تكون بالمر أو ما يسمى بسلسلة بالمر، راح تكون بالمنطقة المرئية بالفيزبل ريجن. نقدر نشوفه هنا إذا نرجع للسلايد، هذه سلسلة بالمر اللي قيم الخطوط مالتها من 410، هذا الخط الأول، والخط الأخير هو 656 نانومتر. ولما تكون قيمة الN تساوي 3، هنا راح تكون عندي السلسلة بانش سيريز، وراح تكون واقعة بالانفراريد ريجين. فهنا إذا افترضت إنه الN1 تساوي 2، وإذا افترضت إنه الN1 تساوي 2 والN2 تساوي 3، إذا طبقنا هاي المعادلة راح نحصل على الطول الموجي التالي، باعتبار أنه قيمة التردد تساوي لثابت رايدبرغ في 1 على 2 سكوير ناقصا 1 على 3 سكوير. هاي القيمة راح تساوي لـ 5 على 36 مضروبة في ثابت رايدبرغ، وهنا راح أحصل قيمة التردد، العفو، هنا راح أحصل قيمة الطول الموجي اللي قيمته 6.57 في 10 أس ناقص 7، أقدر أقسمه على 10 أس ناقص 9 حتى أحوله إلى النانومتر واللي يساوي لي 657 نانومتر. تطبيق مباشر، تمرين مباشر ممكن من خلاله نطبق العلاقة السابقة calculate the wavelength of the radiation emitted by hydrogen atom، أحسب الطول الموجي للإشعاع المنبعث من قبل ذرة الهيدروجين لما تكون قيمة الN1 تساوي 2 وقيمة الN2 تساوي 4. identify حدد spectral line، حدد الخط الطيفي. فهنا تطبيق مباشر لعلاقة رايدبرغ، قيمة الـ R قلنا هذه تكون ثابتة، تعوض عن قيمة الـ N1 وتعوض عن قيمة الـ N2 وتحسب قيمة الطول الموجي مثل ما موضحها إليك، بعدين تطلع لك قيمة الطول الموجي بوحدات المتر تحولها إلى النانومتر. فهنا هاي القيمة اللي هي 486 تكون 486، إذا نرجع لهذا الطيف تقريبا هي تكون بالمنطقة المرئية، إذن هذا الخط واقع ضمن سلسلة بالمر. إذا نرجع للمثال مالتنا، إذن هذا الخط هو it is the second green blue line in the spectrum. absorption spectra أو ما يسمى بالأطياف الذرية، when white light pass through gas radiation is absorbed by atoms as wavelength at wavelength that correspond to particle excitation energies. The result is an atomic absorption spectrum. معنى هذا الكلام، عندما يمر الضوء الأبيض عبر غاز فالإشعاع الممتص من قبل الذرات عند أطوال موجية معينة تكون متوافقة لطاقات الإثارة الخاصة، وينتج عن ذلك ما يسمى بطيف الامتصاص.
طبعا المعروف أنه كل ذرة تمتص الطاقة عند طول موجي، هذا الطول الموجي يسمى يعني خلينا نقول اللامدا ماكس أو الطول الموجي الخاص بطيف الامتصاص. هذا السكيل يمثل لي المنطقة المرئية، اللي قلنا المنطقة المرئية تتكون من ألوان مختلفة، تتكون من ألوان طيفية مختلفة، وهاي المنطقة المرئية قلنا تكون محصورة بين أطوال موجية اللي هي من 400 إلى تقريبا 700 أو 750 نانومتر. طبعا كل عنصر أو كل ذرة ممكن أن تشخص أو تحدد من خلال السبكترال لاين، من خلال أطيافها أو خطوطها الطيفية. فمثل ما قلنا أنه كل عنصر من عناصر الجدول الدوري ممكن تحديده أو تشخيصه من خلال السبكترال لاين، من خلال يعني من خلال طيف الانبعاث الخاص به. يعني على سبيل المثال مثلا عندي الصوديوم ينطينا اللون الأصفر إذا يعني تعرض إلى طاقة عالية، أو إذا مثلا أخذنا أحد أملاحه وسخناهم راح تنبعث، أو خلينا نقول الطيف أو اللهب يتلون بلون أصفر. وكذلك أي عنصر من عناصر الجدول الدوري ممكن تشخيصه أو تحديده من خلال الخطوط الطيفية. المحاضرات القادمة طبعا راح ناخذ مجموعة من الظواهر اللي على أساسها تم تحديد نظرية البناء الذري، من خلالها تم تحديد البناء الذري للعناصر. ومن خلال هذه الظواهر اللي هي راح ناخذ ظاهرة إشعاع الجسم الأسود، والظاهرة الثانية اللي راح ناخذها وهي ظاهرة الفوتو إلكتريك إفكت، ظاهرة تأثير الكهروضوئي، ظاهرة التأثير الكهروضوئي. من خلال هاي الظواهر راح نتوصل إلى فكرة تقودنا نعرف من خلالها كيف تتكون الذرة وكيف تترتب الإلكترونات في هذه الذرة.